ولكن احاول على قد ما اقدر اقرا اكبر عدد من الرسائل. خلونا طيب نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله. انا عايزه اقول لك النهارده انا اسعد واحده ان انا عرفت ان البرنامج بتاعك رجع تاني ازاع. انا ما كنتش عارفه ان هو لسه مكمل. انا بقى لي 19 سنه ما وقفتش او 18 سنه وداخلين في 19 اهو. انا كنت بسمعه وانا في ثالثه اعدادي وانا صغيره في اعدادي، كنت بحب الحب قوي منك. انا مبسوط انك رجعتي تسمعي تاني. الحمد لله. انا جايه، انا ماشيه في الشارع عادي بالعربيه بألف في الراديو سمعتك. انا فعلا مبسوطه قوي. ربنا يخليكي، ده يعني حاجه تفرح قلبي جدا. طيب قولي لي بقى، اتعرف بيكي، اتعرف المستمع اللي بتسمعني من ثالثه اعدادي. انا اسمي يارا. اهلا بيكي يارا. انا عندي 25 سنه. دكتوره صيدلانيه. جميل. انا حياتي من وانا صغيره ما كانتش احسن حاجه. ليه؟ يعني انا كان في من وانا صغيره مشاكل مع بابا من زمان. يعني ضرب، ممكن حرق بالنار. ضرب جديد شويه، ممكن حبس تقريبا. ما خرجت زي كل الاطفال، ما عشت طفوله اصلا. كانش عندي صحاب. انا انطوائيه، مش انطوائيه، انا كنت بخاف أنا صغيرة الأول. ما كانش عندي الحاجات اللي عند الأطفال التانية، ما كانش عندي هدوم جديدة، ما كانش عندي هدوم حلوة. إحنا فاينانشال مش كويسين، بالعكس إحنا كنا فاينانشال حلوين قوي. بس كده كان يعني بيعمل فينا كده. بيعمل فيكوا كده يمكن عشان خايف عليكوا، مش عايز ولاده. ممكن في أبهات كتيرة بتبقى فاهمة الدنيا غلط مع الأسف. هو تقريبا يعني كان كده، يعني ما كانش عارف يظبط الميزان بتاع إن هو يحافظ على أولاده. يعني ممكن نقول كده. من وانا صغيره انا بحب الحب جدا، يعني كان نفسي اعيش قصه حب قوي. طب بابا دلوقتي بيتعامل معاك ازاي؟ بابا دلوقتي، لا بابا دلوقتي مقاطعني. ليه كده؟ انا متجوزه فهو مقاطعني. ما دخلت الجامعه، حبيت ولد. يعني اتخطبنا، وبعد الخطوبه طبعا كان في لورد عالي جدا، مفيش خروج، مفيش كل حاجه، مفيش. يعني اتخطبنا، وبعد الخطوبه واحنا في الخطوبه اصلا اتخطبت شهر 11 اللي فات. شهر 11 اللي فات يعني ابتدى يبقى يظهر في كلام على العقد بتاع الشقه وكده، ان هو كان عايز يعني بابا يشوف العقد بتاع الشقه ان هو باسمه، هو كان العقد باسم والده. فيعني حصلت مشكله، فهو بيكلمه في الموبايل بيقول له انت يلا، انت بتتهرب مني، مش عايز تيجي توريني عقد الشقه. قام قال له اهو انت اللي يلا. بس باظت كده الدنيا. خلاص الدنيا بقى باظت. بابا قلعني الشبكه وقال لي الموضوع ده استحاله يكمل. ورميت نفسي من ثالث دور. ايه؟ رميت نفسي من ثالث دور، انتحرت. يا نهار اسود. والله العظيم يا اسامه. ورجلي اتعلقت الحبال وانقذوني. يعني انا بحكي دلوقتي انا بضحك، بس هو زمان يعني مش زمان قوي، يعني ده شهر 2 اللي فات الكلام ده. رجلك اتعلقت في الحبال بتاعت ايه؟ بتاعت الغسيل مثلا؟ بتاعت المنشر دي. بس وبعدين قال لي انت لو عايزه تروحي له روحي له، لكن ما تعملناش فضايح. انا مش احنا مش ماسكين فيكي، روحي له. قمت لبست هدومي ونزلت انزل على اسنان اجيبه، تعالى احنا نحل كل حاجه مع بابا. قال لي بصي احنا لو حلينا، لو احنا رجعنا البيت مفيش حاجه تتحل، احنا نكتب الكتاب. كتبنا الكتاب، حطينا كله قدام الامر الواقع. يعني انا مهما. فباباكي طبعا زعل؟ زعل طبعا، هو قاطعني بقى من ساعتها. بس محمود بقى جاب الشقه كلها بالكامل، سايب يعني شبكتي وكل والجهاز بتاعي. انا كنت بشتغل وانا في الجامعه من ورا بابا عشان اعرف اجيب الجهاز بتاعي. جايبه جهاز حوالي 150,000، ما خدتش منه حاجه. والشبكه بتاعتي لسه عند اهلي. ديورنج بقى ان انا يعني بعد ما كتبنا الكتاب على طول فضلت 5 ايام كنت في شقه مختفيه. قلنا القسيمه تتوثق في المحكمه، لان هم لو كانوا لقوني كان ممكن يلغوا القسيمه عند المأذون. انت صيدلانيه مجنونه. ايوه طيب، وبعدين وعايز اقول لك ان هو صيدلي كمان ودارس في جامعه جرينتش. طيب دلوقتي انتوا الدنيا عامله ايه معاكم؟ يعني هل الحياه كويسه مظبوطه فيها مشاكل؟
انا يعني انا اتحرمت شويه من حاجات، يعني اتحرمت مثلا ان انا اعمل فرح زي كل البنات، بس انا يعني انا عايشه جدا معاه جدا. هو جاب البيت كله كومبليتلي، احنا اجرنا شقه صغيره. طبعا ديورنج بقى الخمس ايام اللي انا اختفيت فيهم دول مامتي راحت ضربت مامته مثلا. يا نهار ابيض، انتوا العيله عندكم كلها بتضرب كده؟ مش عارفه والله فيه. طب مامتك دلوقتي على علاقه طيبه بيكي ولا برضه مقطعاكي؟ علاقه بيا اصلا، يعني مامتي راحت ضربت مامته فاهله رفضوني تماما، قالوا دي ما تعيش معانا اصلا تاني. مامتي جت كلمت في التليفون، انا ما كنتش عندي في حياتي كلها غير صاحبه واحده. كلمتها في التليفون، ايوه هنا بنتي عندك؟ فقلت لها لا هي انا مش عندي. فقلت لها طيب هي لو طلعت عندي انا هوديك في 60 داهيه وهبلغ عنك البوليس. فالبنت راحت قالت لاهلها وماما كلمت اهلها، ففجأة لقيتها يعني انا بعد بقى المشكله دي ما اتحلت وكده ما بتكلمنيش. فجيت كلمتها في شهر 6، إيه انت فين؟ انتي وحشاني قوي. معلش والله احنا مش هينفع نرجع نصحاب تاني، بس انتي مامتك هددتني واهلي قال لي مش هينفع. كان هي ما تعرفش حاجه عني ولا تعرف انا اتجوزت ولا تعرفش حاجه عني. طب انت ما فكرتيش اليومين اللي فاتوا دول مثلا تحاولي تكلمي مامتك تاني، تكلمي ابوكي تاني؟ كان هم لو دخلوا حياتي هيبوظوها لي اصلا، انا مش عايزه، انا دي مش مشكلتي اصلا. انا كنت عايشه في البيت، انا كنت عايشه في البيت بس انا كنت بعيد وانا جوه البيت، اوضه بس اوضتي بس يعني منعزل عنهم تماما. اللي اتكسر ما كانش اتكسر في المشكله دي، بس اتكسر على مدار سنين طويله. بس يعني انا فاجئت من رد فعل صاحبتي، حاولت اكلمها ايه ما معلش احنا مش هينفع نكون صحاب تاني. انا ما كانش عندي غيرها، كنا طول اليوم بنتكلم مع بعض، ما عداش علينا يوم واحنا بنتكلم. وما عرفتش انك اتجوزتي وانك مستقره وكده؟ هي جت، انا جيت كلمتها من حوالي 3 4 اسابيع، قلت لها انت بقيتي عني ليه؟ فقالت لي اصل انت مامتك قالت لي كده احنا مش هينفع نكون صحاب تاني. قلت لها انا اتجوزت انا ومحمود. قالت طب كويس الف مبروك. وانتهى الكلام على كده؟ انتهى الكلام على كده، بس انتهى الكلام ده انا ممكن اكون بكلمك النهارده يعني دلوقتي وانا متماسكه. انا تقريبا بقالي 8 شهور انا كل يوم قبل ما انام انا بعيط بسبب الموضوع ده. انا ازاي هنت عليها كده؟ ازاي قدرت تسيبني وكده؟ احنا عايشين سنين الجامعه كلها مع بعض، وبعد الجامعه ما عداش علينا يوم من غير ما نتكلم. طيب بصي بقى يا دكتوره، انت تصرفتي تصرف في منتهى التهور، اوكي؟ و انت تصرفتي تصرف من الواضح ان انت فجاه الدكتوره العقله الهاديه دي فجاه تحولت الى انسان متهور جدا. ليه؟ بدايه من انك نطيتي من البلكونه وانتحرتي، وانك سبتي البيت ورحتي اتجوزتي من ورا اهلك. يعني تصرفات انا ما اعرفش، ما اقدرش احكم على تصرفاتك لاني ما اعرفش الهيستوري او التاريخ اللي انت كنت عايشه فيه في بيت اهلك عامل ازاي. انت بتقولي باباكي كان بيضربك ضرب مبرح وكانت العلاقه سيئه جدا. انما دلوقتي خلينا نتكلم على الوضع الراهن. الوضع الراهن انت متجوزه حد، والحد ده كويس. اه. وبيتقي ربنا فيكي وبيحافظ عليكي. الحمد لله. حلو قوي. وعلاقتك باهله مش ولا بد. مش ولا بد خالص. وعلاقتك باهلك مش ولا بد. مش موجودة أصلا العلاقة. حلو، يبقى احنا نحافظ على اللي موجود والحلو. أنا ما بقاش عندي في الدنيا كلها غيره، أنا ما كانش عندي أصلا، دنيتي كلها كانت محمود وصاحبتي. حلو، دلوقتي لازم يكون عندك دنيتك، جوزك وربنا يرزقك بولاد كمان، وشغلك، لأنك لازم يكون لك شخصية ويكون لك كيان ويكون لك وتنجحي في حياتك، لأن الإنسان الكومبينيشن ده لما بيبقى موجود، التركيبة دي بتبقى موجودة، ممكن تعوض نوعا بعض الأشياء لحين أن الأمور هتتصلح. وأنا بقولك أكيد هيجي يوم والأمور هتتصلح، مش هتفضل كده طول العمر، لأن الزعل بيفطر الحزن، الاحتياج للأبناء وللأباء برضو بيفضل موجود طول عمره. فهيحصل حاجة هتصلح الأمور، بس لحين أن الأمور تتصلح انت محتاجه تكوني عايشه في سلام في بيتك، عايشه في سلام في حياتك، تكوني ناجحه كمان في شغلك وناجحه في مستقبلك علشان خطواتك كلها تبقى مظبوطه.